العصر الحديث قامت في 1979 ما يسمى بالثورة الخمينية، وتتبنى منذ أيامها الأولى ما يسمى أو ما أسموه بتصدير الثورة. اغتنمت كل فرصة في تاريخنا الحديث من اختلال استقرار في بعض المناطق، لا سيما طموحها في مجالها الحيوي، لتمارس دوراً خطيراً. حصل ذلك بعد الحرب الباردة وحرب الخليج، وحصل ذلك عند اجتياح أمريكا لأفغانستان في 2001، وحصل عند احتلال أمريكا للعراق في 2003، وبدأت إيران تمثل خطراً حقيقياً على شعوب المنطقة الإسلامية. ثم انكشف الغطاء ومزق القناع بعد قيام الربيع العربي. اليوم أصبحت إيران تسيطر على 4 عواصم عربية وعلى حواضر إسلامية تاريخية، بالإضافة إلى تأثيرها على عواصم أخرى. بات الخطر الإيراني واضحاً بشواهده وآثاره، وهو موضوع ندوتنا لهذا اليوم: الخطر الإيراني على المنطقة العربية، شواهده وآثاره. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة الحضور، أرحب بكم باسم الإخوة المنظمين لهذه الندوة، كل من المجلس الإسلامي السوري وهيئة علماء المسلمين في العراق ورابطة علماء إريتريا ورابطة العلماء السوريين، فحياكم الله ومرحبا بكم. ستكون هذه الندوة إن شاء الله تعالى على جلستين اثنتين. سأتشرف بإدارة الجلسة الأولى وفيها 4 أوراق، وسيكون الأستاذ حارث الأزدي هو مدير الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى. في الجلسة الأولى سنستضيف 4 من العلماء والباحثين الأجلاء المتخصصين الذين سيعرضون أوراقهم. كل ورقة ستأخذ 15 دقيقة إن شاء الله تعالى، ثم سيكون الوقت المتبقي هو لأسئلتكم ومداخلاتكم الكريمة. أرحب بالسادة العلماء: فضيلة الشيخ غازي التوبة، رئيس رابطة العلماء السوريين، كما أرحب بالأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، رئيس مجلس شورى في رابطة علماء إريتريا، والأستاذ مطيع البطين المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، أمين عام رابطة علماء المسلمين، فحياهم الله إلى المنصة. منذ أن قامت ما يسمى بالجمهورية الإيرانية، استعملت نبرة عداء مزورة بينها وبين الكيان الصهيوني، وتاجرت بالقضية الفلسطينية عبر عقود من الزمان، ولا تزال تحت مسميات عديدة ليس آخرها ما يسمى زوراً بمحور الممانعة. هل قدم فيلق القدس شيئاً للقدس؟ ألم يكن هناك تواطؤ وتآمر ظاهر وباطن بين المصالح اليهودية والمصالح الإيرانية؟ أليس الخطر الصهيوني والخطر الإيراني متكافئان على شعوب المنطقة؟ أليس إسرائيل وإيران وجهان لعملة واحدة؟ الورقة الأولى مع فضيلة الشيخ غازي التوبة، رئيس رابطة العلماء السوريين والباحث المعروف حفظه الله ورعاه، ستكون بعنوان: أخطار مشروع ملالي إيران على قضية فلسطين، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً أشكر الحقيقة هيئة علماء العراق على اختيارها هذا الموضوع، موضوع هذه الندوة: الخطر الإيراني على المنطقة العربية، وهو موضوع حساس ومؤثر، ومن أهم الأخطار التي
تحيط بالأمة إلى جانب المشروع الصهيوني الآن. يعني أعتقد أن هناك مشروعين يفتكان بالأمة الآن، المشروع الصهيوني الغربي من جهة والمشروع ملل إيران من جهة ثانية. فأنا حقيقة أشكر وأقدر وأثمن عالياً اقتراح الإخوة مثل هذه الندوة، وأنا يعني أرى أن نستمر في طرح هذا الموضوع ومستجداته، لأن الحقيقة الموضوع هناك دائما باستمرار هناك مستجدات تفعل وتؤثر، فيجب أن نتابع هذا الموضوع باستمرار. وأدعو جميع الهيئات وجميع العلماء وجميع التشكيلات السياسية أن تهتم بهذا الموضوع، وأنا من هنا تثميني وتقديري لمثل هذه الخطوة من إخواننا في هيئة علماء العراق. إخواني الكرام، أنا كان عنوان ورقتي التي قدمتها إلى هذه الندوة المباركة هي تحت عنوان أخطار مشروع ملال إيران على قضية فلسطين. الخميني بالمناسبة كان منتبه إلى أن القضية الفلسطينية قضية مهمة بالنسبة له كاليساريين. معروف أن اليساري خلال المئة سنة الماضية كان الشعار اللي يدخلون من دائما للانقلاب، سواء عبد الناصر سواء البعث في العراق البعث في سوريا، يقولون أنه من أجل فلسطين نحن نقوم بالانقلاب. كل الانقلابات قامت باسم فلسطين ولتحرير فلسطين. المهم مشروع إلى ملال إيران، يعني انتبه الخميني كان يقول في جلساته الخاصة أنه لا قيمة لأي سياسي لنا إذا لم يكن لنا يد في القضية الفلسطينية. هذا كان يقوله في جلساته الخاصة، لذلك هو انتبه لهذا الموضوع وركز عليه. وحاولت إيران أو مشروع ملال إيران حاول أن يتواصل مع كل المنظمات الفلسطينية القتالية ويعطيها ما تشاء من الأموال والسلاح، فقط أن تتواصل مع الدولة الإيرانية أو مع الحكومة الإيرانية. هذا الانتباه جعله يركز على اجتهاد في التواصل مع مختلف الفصائل. نعم، وتواصل بشكل مبكر أيضا مع الجهاد، لكن في مرحلة تالية تواصل مع حماس وأقام علاقات عسكرية ومالية معها. نقطة أخرى تبين يعني كذب مشروع ملال إيران بأنه يعني يعادي إسرائيل ويعادي المشروع الصهيوني ومشروع الصهيوني الغربي. الشيء اللي يؤكد يعني يبرز كذبه وكذب دعواه في ذلك هو مساعدته، يعني مساعدة مشروع ملال إيران لاحتلال دولتي العراق وأفغانستان من قبل أمريكا. نعم، فهذا لأنه أنت تدمير بلدين، واحد مسلم واحد مسلم عربي، تدميره قطعا هذا لصالح الغرب ولصالح المشروع الصهيوني. فبالتالي مثل هذا الأمر بعتقد أنه مناقض لدعواه في أنه مع الأمة ومع الأمة وضد المشروع الصهيوني. النقطة الأخرى التي تبرز كذبه في يعني في دعواه بخصوص أنه ضد المشروع الصهيوني هو حل الجيش العراقي. حقيقة الجيش العراقي بغض النظر عن الاختلاف من موقف من صدام، يعني قد يختلف الناس حول صدام، لكن هذا الجيش العراقي ليس لصدام، هذا الجيش العراقي للأمة وللعراق جميعها، فالمفروض أن يحافظ عليه. فما في شك مشروع ملال إيران، دولة إيران والقيادات السياسية التي دخلت على ظهر الدبابة الأمريكية إلى بغداد، هؤلاء السياسيين كلهم مرتبطون بإيران. ولو أن إيران يعني المفروض إيران أو مشروع أو إيران تمنع أو لا ترضى بحل الجيش العراقي، لأنه حل الجيش العراقي أكبر خدمة لإسرائيل. والمعروف أنه بعد أن حل يعني حل الاحتلال الأمريكي الجيش العراقي، إسرائيل غيرت عقيدتها الاستراتيجية. معروف أنه كانت في شيء اسمه عندها بعقيدتها العسكرية شيء اسمه الجبهة الشرقية. بعد ذلك
غيرت عقيدة الاستراتيجية وأزالت من 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 خارطتها العسكرية شيء اسمه الجبهة الشرقية بعد أن حل الغزو الأمريكي حل الجيش العراقي. فإذا أنا بعتقد بعدين احتلال العراق أيضا كدولة وتدميرها كدولة وتقسيمها كل هذا لصالح الصهيوني ولصالح المشروع الصهيوني. فبالتالي هذا يبرز كذب مشروع ملال إيران بأنه مع فلسطين ويؤيد فلسطين. نقطة أخرى إخواني بالنسبة إلى نعم الآن نأتي إلى أخطار التعاون مع مشروع ملال إيران على يعني الآن ما هي أخطار مشروع ملال إيران على القضية الفلسطينية. أنا أعتقد يعني إحنا المفروض نسأل السؤال الآن بعد هذا الحديث وأظن كل واحد في ذهننا تساءل هذا السؤال، هل نستطيع أن نصنف الآن لو أردنا نتساءل بماذا نصنف مشروع ملال إيران؟ هل نصنف هذا المشروع بأنه صديق للأمة؟ هل هو مثلا محايد نحو الأمة قضايا الأمة ولا عدو للأمة؟ أنا أعتقد أنا جوابي الذي يعني كل عاقل وكل مسلم وكل عنده ذرة وجدان يقول بأنه هذا المشروع هو عدو للأمة، عدو للأمة بكل معنى الكلمة، لأنه عشرات الدلائل تدل على ذلك. كما قلنا تدمير بلدان بكاملها. الآن القضية مش قضية احتل عاصمة، يعني مشروع ملال الآن كسب احتل دمشق مثلا، لكن هو دمرت سوريا لصالح من دمرت سوريا هذه؟ الآن العراق دمرت تدميرا كاملا، تخرجت من التاريخ، بدها يمكن 1000 سنة حتى تعود كما كانت في السابق. طيب الآن من المستفيد؟ المستفيد إسرائيل، يعني تدمير سواء عمرانيا أو ثقافيا أو سياسيا. فإذا يعني مشروع ملال إيران معادل للأمة، يعني هذا هي النقطة الأولى، لا يمكن أن يكون هذا المشروع معادل للأمة في كل المناطق وصديق في فلسطين. هو عدو في فلسطين أيضا، اليقين أنه عدو في فلسطين، لا يمكن أن يكون. يعني أنت نحن الصهاينة أعداء لنا في فلسطين وأعداء لنا أيضا في كل مكان، لا يمكن أن يكونوا أصدقائنا في مصر. لذلك لماذا نحن نأخذ على السادات موقفه أو يعني نخالف أو نختصم أو نعادي أو نتصادم مع حكم مصر في عهد السادات؟ لأنه نقض حقيقة، الصهاينة لا يمكن أن يسالموا، لا يمكن. فإذا إخواني الكرام يعني هذه النقطة، إذا المشروع ملال إيران عدو للأمة، عدو للأمة جميعها، فهو لا يمكن أن يكون صديق. هذا معناته كذب، علينا أن نتبين أين الكذب في هذا. لا يمكن أن يكون صديقا للأمة في فلسطين، وكما أنه عدو في العراق، عدو في الشام، عدو في اليمن، عدو في هو عدو للأمة أيضا في فلسطين. وعلينا أن نصحح هذه النظرة، إحنا معناته نظرتنا ليست سوية وليست سليمة، وهي عبارة عن فيها نوع من الغلط. هاي نقطة. نقطة أخرى إخواني بالنسبة لأخطار قضية يعني أخطار مشروع ملال على فلسطين، إنه فلسطين أعتقد أن الكل مؤمن وأهل فلسطين نفسهم مؤمنون أنهم لن يستطيعوا أن يحرروا فلسطين وحدهم، لأنه إسرائيل لديها إمكانات وهذا معروف في الاستراتيجية العسكرية تبعتها. أمريكا تمدها كم عدد الدبابات لدى الجيوش العربية جميعها 22 دولة، كم عدد الدبابات عندها؟ إسرائيل عندها دبابات بما يوازيها، طيارات كم؟ فبالتالي إسرائيل هي عدو للأمة جميعها، وأيضا أعتقد جميع الفلسطينيين الذين هم رأس الحربة في مواجهة إسرائيل يعتقدون اعتقادا أنهم لن يستطيعوا أن يحرروا فلسطين وحدهم، بل بالأمة من ورائهم ومعهم وهم أمامها وهي وراءهم. إذن معناته إحنا المفروض أن دائما نكون إلى جنب الأمة والأمة إلى جنبنا. فأنا أعتقد عندما نقف إلى جانب مشروع ملال إيران، نقف إلى جانب مشروع ملال إيران وندير ظهرنا للأمة، هذا خسارة لنا. لذلك أنا أعتقد أن موقف حماس والجهاد عندما تقفان إلى جانب مشروع ملال إيران
بغض النظر عن مدى الاستفادة له ويديران ظهرهم للأمة، هذه خسارة لهم وللقضية الفلسطينية، لأنه إحنا لن نستطيع الفلسطينيين وحدهم أن يحرروا فلسطين. فبالتالي المفروض أن نجد القنوات التي نبقى مرتبطين فيها بالأمة. صحيح نحن الآن المفروض أن يكون هناك مخطط للقاء بقصد يعني جمع الأمة، يعني أن تفك حماس والجهاد ارتباطهما، وأن يضعا مخططا لفك ارتباطي. أنا بعتقد الحل الحقيقي للتعامل مع موضوع الجهاد والحماس الآن، الجهاد وحماس بقصد، هو ما في شك قد تكون ظروف تاريخية اقتضت أن يتعاونوا مع ملالي إيران ومع سوريا، لكن الآن المفروض أن يعني الخطوة الحقيقية، طالما أننا نصنف هذا المشروع بأنه عدو للأمة، المفروض أن تكون الخطوة التالية هو أن نخطط لفك الارتباط بملالي إيران وبمشروع الملالي، وبنفس الوقت نتعاون مع الأمة في سد النقص يعني الحاجات التي نحتاجها نأخذها من الأمة ولا نأخذها من مشروع ملالي إيران. فيعني هذه تقريبا أهم النقاط التي أحببت أن أوصلها، وأسف على الزيادة في الوقت. نشكر فضيلة الدكتور غازي توبة رئيس رابطة العلماء السوريين على هذه الورقة المهمة التي تناول فيها أخطار مشروع ملالي إيران على قضية فلسطين، وعبر الدكتور في بداية ورقته عن سبب اختياره لهذا العنوان، وأن المشروع أفضل ما يمكن أن يوصف به أنه مشروع ملالي إيران، وتحدث عن الخميني ومشروع الخميني ونظرة الخميني للقضية الفلسطينية، ثم ختم بسرد أبرز أخطار مشروع ملالي إيران على القضية الفلسطينية، شكر الله له. ويمكن أن ننتقل إلى الموضوع التالي الذي يتناول أيضا جانبا آخر من الأخطار التي يعني يشكلها الخطر الإيراني على المنطقة العربية. فيعني كما هو معلوم عبر يعني منذ تشكلت الجمهورية الإيرانية وأسست، كانت الأطماع الإيرانية تتجه نحو الغرب والجنوب أكثر من الشمال والشرق. هم يعتبرون أن منطقة الخليج العربي هي يعني فضاء مشروع لهم، وأيضا في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، وصولا إلى بعض المناطق التي ليس لهم ربما وجود عسكري بهذا الزخم، لكن أيضا هناك مخاطر تتهدد بعض المناطق الأخرى. سيحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا عن الوجود الإيراني في القرن الإفريقي وخطره على الأمن العربي، المملكة العربية السعودية انموذجا. وأرجو من الإخوة السادة الكرام الأفاضل أن يعني ننضبط بالوقت حتى نترك مجالا للأسئلة والحوار مع الإخوة الضيوف. الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم على هذا اللقاء العلمي في هذه الندوة المباركة بإذن الله، والتي تنظمها هيئة علماء العراق لمناقشة موضوع أراه في غاية الأهمية، وهو الخطر الإيراني. وحديثي إليكم عن هذا الموضوع وفي هذا المجال سيتركز بالدرجة الأولى والأساسية عن الوجود الإيراني في القرن الإفريقي، حيث أني من هذا القرن ومن يجاورني أيضا. والقرن الإفريقي هو ذلكم القرن البارز في شرق القارة الإفريقية. لو أنكم أبصرتم الخارطة لتجدون قرنا بارزا أشبه ما يكون بوحيد القرن، ذلكم الحيوان الذي له قرن
وحيد، وأعتقد من هذا الاسم أو من هذا الشبه أخذ اسمه القرن الإفريقي. وفي هذا القرن دول أساسية هي إريتريا حيث أنتمي، جيبوتي، الصومال، إثيوبيا، الحبشة باسمها التاريخي الذي تعرفونه. وتوسع بعض الساسة والاستراتيجيين في تعريف القرن الأفريقي فأضافوا إليه دولا أخرى مثل كينيا ويوغندا والسودان، في أن هذه الدول وإن كانت ليست من صميم القرن وفي داخله إلا أنها تؤثر وتتأثر به. والقرن الإفريقي أمنيا على مدار التاريخ القديم والحديث مرتبط بأمن الجزيرة العربية. ولو أني عدت بكم إلى الوراء حيث غزا أبرهة الحبشي اليمن وبنى كنيسة في صنعاء، ومنها اتجه ليهد الكعبة وبذلك هدد أمن الجزيرة العربية. فهذا يعني أنه قرن مرتبط أمنيا بالجزيرة العربية. أيضا أن سيف ابن زيزن القائد اليمني عندما أراد أن يحارب الأحباش في اليمن لجأ إلى الفرس فتحالف معهم وأتى بالفرس إلى اليمن ليطردوا الحبش، يقول المؤرخون وقد وقع اليمن من استعمار إلى استعمار آخر. وللحديث عن هذا أحيلكم إلى كتاب جواد علي الكاتب العراقي والمؤرخ العراقي الذي كتب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ولا أذهب بكم بعيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجه أصحابه إلى القرن الإفريقي ليستقروا هناك، ومن هناك أيضا كانت نصرة نصارى نجران. هذا القرن لأهميته الاستراتيجية لن تغفل عنه دولة تريد أن تبني لذاتها قوة سياسية، وإيران أدركت هذا. وإذا سألت هل العرب استراتيجية موحدة لفرض ثقلهم ووجودهم في القرن الإفريقي، أقول لك لا توجد استراتيجية عربية موحدة، وإنما هنالك استراتيجيات عربية متدابرة متكايدة متآمرة على بعض. جاءت إيران وقوت وجودها في القرن الإفريقي وبالذات في إريتريا، وهنالك في الجزر الإريترية حيث تطل إريتريا على ساحل بحري حدود 1100 كيلومتر، وتضم جزر ذات أهمية استراتيجية، ومن أهم هذه الجزر جزيرة دهلك. وجزيرة دهلك نفى إليها الأمويون عراك ابن مالك. وأيضا لو رجعتم إلى كتاب ياقوت الحموي ستعرفون ما هي جزيرة دهلك، لا أريد أن أتوقف عليها كثيرا حتى نكسب الزمن. يكفي بعد هذا أن القرن الإفريقي اتخذت منه أمريكا أيضا موقعا لما أسمته محاربة الإرهاب،
واليوم توجد قواعد أمريكية في القرن الإفريقي في جيبوتي وغير جيبوتي. ولو أنكم تابعتم، أو دعني أذكركم بالعمليات التي قامت بها القاعدة في كينيا وفي أوغندا. وإذن إيران تتواجد في القرن الإفريقي ضمن هذه الصراعات الموجودة في هذه المنطقة. ولإيران وجود، كتب أحد السعوديين مقالاً، أو نشر عدد من الكتاب السعوديون مقالات في الصحافة السعودية. دعني أذكركم أو أقرأ لكم بعضها إن سمح الزمن حتى نكسب الزمن. منهم الباحث السعودي الدكتور اللحيدان، كتب في جريدة الرياض يوم الجمعة 24 يونيو 2011، تحت عنوان البعد الاستراتيجي لمضايق البحر الأحمر وجزره، قائلا: ما يزيد الطين بلة، دخول إيران كمنافس أو معاضد للتوجهات الإسرائيلية في كل من البحر الأحمر وجزره وممراته ومضايقه. ويمضي الحيدان قائلا: لو لم يكن لإيران هواجس وتوجهات توسعية وسعي حثيث للتدخل في شؤون الآخر لباركنا هذا التعاون، ولكن في ضوء السياسة الإيرانية القائمة فإن مثل تلك العلاقات تثير كثيرا من التوجسات والمخاوف المبررة. الحوثيون، اكتشف السعوديون من خلال وثائقهم أن الحوثيين تدربوا في جزيرة دهلك الإريتري، وكتبوا هذا ونشروه: إيران تدرب الحوثيين شمال إريتريا. هذا نشر في جريدة الوطن السعودية في 16/12/2013 ميلادي. وهذه التقارير أثارت ضجة، ورد عليها السفير الإريتري بالرياض، رد على هذه الاتهامات حسب ما أفادت به الصحيفة، صحيفة الوطن نفسها، في عددها الصادر بتاريخ 22/12/2013، ونفى هذا التقارير. لكن هي أيضا بالمقابل ردت وأثبتت من خلال وثائق نشرتها. هذا الوجود، ما الذي تستهدف منه إيران؟ تستهدف منه أن تخلق ضغطا على المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى والأساسية، ثم من بعد ذلك من خلالها على دول الخليج. وتريد إيران أن تكون دولة قوية في المنطقة، لا يمكن أن يلج الأقوياء في العالم إلا من خلالها. وهذا تفكير منطقي لكل دولة تريد أن تجعل من نفسها قوة مؤثرة في المنطقة. ولا يمكن أن تلوم دولة ما وجدت في هذا الوجود من أجل أن تحقق رسالة لها، أيا كانت هذه الرسالة، رسالة قومية، رسالة فكرية، لا يمكن أن تلومها وهي تخوض هذا الصراع من أجل تثبيت وتمكين ذاتها. إن كان هنالك لوم فاللوم إنما هو على أولئك الذين تركوا إيران لتعبث هذا العبث، على أولئك الذين لم يفكروا باستراتيجية طويلة الأمد وطويلة المدى من أجل أن يكون لهم
ثقل ووجودهم في المنطقة. أظن لو أنني سألت حتى من هؤلاء الحاضرين ومن كثير من العربي ماذا تعرفون عن القرن الأفريقي، لوجدوا أنهم يخلطون بين دوله، فضلاً أن يعرفوا عن أهميته الاستراتيجية. ولكن إيران على مستوى رؤسائها زارت المنطقة، نجادي زار السودان، رفسنجاني زار الصومال، والصومال مدمر وممزق، ورفسنجاني يزوره ويشارك الصوماليين مشاكلهم وهمومهم، حتى تنبه الصوماليون على أن إيران لها مآرب أخرى تريد أن تنشر فكرها العقدي في مجتمع سني شافعي من أجل أن تتخذ تمكينا لمشروعها السياسي. ودائما أن المشروع السياسي الذي ليس له مشروعا فكريا يعاضده ويناصره فهو مشروع فاشل. النظرية الماركسية السوفيت عندما وجدوا في القرن الأفريقي بكتائبهم وخبرائهم وجدوا أيضا بنظريتهم الماركسية، ومن الطبيعي أن توجد إيران بمشروعها السياسي وأيضا بمشروعها الفكري. سؤالي: أين المشروع الإسلامي السني بفكره السياسي وبمشروعه السياسي؟ ربما هذا سؤال كلنا نحتاج لنجيب عليه، وآلمني وآلم كل مسلمين سؤال الدهر: أين المسلمون؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا على عرضه والتزامه بالوقت في هذه الورقة التي تحدث فيها عن أهمية منطقة القرن الإفريقي وخصائصه وأثره على أمن منطقة الجزيرة، ثم تناول بعض مظاهر التغلغل الإيراني في إريتريا ومنطقة القرن الإفريقي، وختم بالسؤال: أين هو المشروع السياسي المقابل للدولة الإيرانية؟ ننتقل إلى منطقة أخرى لرصد ومتابعة شواهد وآثار الخطر الإيراني على إحدى أكثر المناطق سخونة في ومشاهدا وآثارا للخطر الإيراني، وهي سوريا. ومن الملاحظ أن إيران في سياستها الخارجية وفي توجيه أذرعها الطائفية تركز كثيرا على سوريا كما هو معلوم خلال بعد الربيع العربي. أرصد هنا كلمة لعلي خامنئي نفسه يقول: لو لم نقف بوجه العدو في سوريا لكان لزاما علينا أن نتصدى لهم في طهران وفارس وخراسان وأصفهان. ومهدي طائب رئيس مقر عمار الاستراتيجي أيضا وهو مقرب من خامنئي يقول: لو خسرنا سوريا لا يمكن أن نحتفظ بطهران، ولكن لو خسرنا خوزستان اللي هي الأحواز سنستعيده ما دمنا نحتفظ بسوريا. لماذا سوريا؟ هذا عنوان الورقة القادمة، لماذا سوريا وما مدى أهميتها في المخطط الإيراني؟ نبقى مع الأستاذ مطيع البطين المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، فليتفضل. مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، طبعا لابد من شكر كل الإخوة القائمين على هذا اللقاء المهم، وبالذات أصحاب المبادرة الأهل في العراق، العراق صاحب السبق دائما، وهذه الفترة أكيد تكون عابرة إن شاء الله في تاريخ العراق، ويعود العراق إلى مجده وعزه وحضارته. أبدأ يعني بالإشارة إلى، نحن نتكلم عن الخطر الإيراني، خطر إيران. إيران تعرف نفسها بكلمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه أكبر كذبة، هي ليست جمهورية إسلامية إيرانية،
هي تماما دولة خمينية أو دولة الولي الفقيه. طبعا في عنوان الندوة الكلام عن الخطر على المنطقة العربية. طبعا هي خطر على المنطقة العربية وعلى غير العربية، خطر على العرب وعلى الأتراك وعلى جميع المسلمين، لكن حتى لا يكون الكلام يعني إنشاء في هذه القضية فيمكن أن نرجع إلى كتابين نتأكد تماما من النظرة العدائية للمسلمين السنة وبالذات للعرب من المسلمين السنة. الكتاب الأول كتاب تاريخي يعدونه يعني السفر الأكبر عندهم، هو كتاب الشاهنامة. وكتاب الشاهنامة هذا لمؤلفه أبو قاسم الفردوسي يفيض بالكراهية العرب، وصف العرب بالبداوة والذين يأكلون الجعلان ويشربون يعني أبوال الإبل وغير ذلك، وأن هؤلاء هم الذين دمروا حضارة فارس. الكتاب المعاصر هو كتاب ذو قرني سكوت لعبد الحسين زارين كوب، أيضا هذا يعني قرنان من الصمت، يتكلم عن حجم كراهية العرب، هو على حد تعبيره الذين أخروا الحضارة الفارسية بعد أن فتحها المسلمون العرب، أخروها قرنين من الزمن. الكلام حتى أدخل في الموضوع مباشرة أيضا، والمفردات كبيرة جدا عن سوريا، وبالتأكيد أخي المقدم أخي الأستاذ ياسر تكلم عن تصريحات لإيرانيين تتابعونها، وموقع سوريا جيوسياسيا بالنسبة للدولة الإقليمية، الدولة فوق الإقليمية التي تنشدها إيران، واعتمادها على مسألة المظلومية تاريخيا التي من خلالها تروج لأتباعها المشروع الذي تريده. هذه الدولة بنو أمية ظلموا فيها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهم مفردة يمكن أن نتكلم عنها في خطورة العمل الإيراني في سوريا كنموذج هي قضية الهوية. إذا قتلت إنسان، هذه جريمة قتل فرد وهي كبيرة، لكن إذا استهدفت الهوية قتلت الأمة، وهذه الخطورة الأكبر. طبعا يمكن أن نعرف الهوية من أجل وضوح الصورة، هي مجموعة السمات والخصائص المشتركة التي تميز أمة أو مجتمع عن غيره. هذه عند الأمم، هذه الخصائص تصبح مثار اعتزاز وانتماء ودفاع عنها، تدافع عنها الأمم وتستميت من أجل الحفاظ عليها. تنبع خطورة إيران على الهوية وعلى سوريا وعلى كل الدول المستهدفة من أن إيران ينبغي أن توصف بشكل دقيق بأنها دولة نبوءة وأساطير. هذه الأساطير تقوم على شعارات طائفية تستهدف الهوية، يا لثارات الحسين لن تسبى زينب مرتين، وهذه الشعارات. طبعا أيضا الهوية المستهدفة تستهدف عناصر الهوية، الدين، الثقافة، اللغة، الوطن أو الجغرافيا، التاريخ، كل هذه الأشياء تستهدفها إيران في سوريا بشكل واضح وصريح. بعض الإخوة المهتمين بالأمر يقولون أخي دعونا من هذا الخطاب، هذا خطاب طائفي. طيب، هذا الدكتور نبيل خليفة دكتور لبناني ماروني كاثوليكي، اقرأوا كتابه استهداف أهل السنة، واقرأوا كتابه عن الدور الإيراني في استهداف المسلمين السنة. أيضا هذا من بيتهم، اقرأوا كتاب هاشم عثمان، كتابه مشاهد ومزارات آل البيت. يقول هاشم عثمان في سوريا يوجد 49 مقاما مزار. ما الخطورة هنا على الهوية في استهداف سوريا؟ الخطورة أن كل مقام عند دولة الولي الفقيه معد لأن يتحول إلى مستعمرة، ونحن لا ينبغي أن نستحي أن هذا الاستخدام خاص بالكيان الصهيوني. لا، إيران دولة استيطان ودولة مستعمرة وتنشئ مستعمرات. والأدلة أيضا، طبعا المستعمرة، ما هي المستعمرة؟ المستعمرة هي مستوطنة يقيمها بلد مستعمر
في أرض شعب آخر تحكم عن طريق البلد المستعمر. مثال بلدة راوية في سوريا، يمكن لو سألت السوريين الآن أين بلدة راوية يمكن الأغلب ما يعرف أين بلدة راوية. يا جماعة ما في إشي اسمه منطقة السيدة زينب، ما في شيء اسمه بلدة السيدة زينب، هذه اسمها راوية نسيت، وآلة إعلامية هائلة وصارت اسمها منطقة السيدة زينب. أساساً السيدة زينب ليست مدفونة في دمشق. المهم كيف أصبحت مستعمرة وهذا الاستهداف ومدى الخطر؟ في السبعينيات زار جاء حسين مهدي الشيرازي وزار حافظ الأسد وأخذ الموافقة على بناء ما سمي بالحوزة الزينبية. قال في أول تصريح هذا الحدث جبر لتاريخ ظلم أو تاريخ بني أمية. تصوروا هذا البداية الصريحة الحاقدة. طبعاً الآن كيف صارت مستعمرة؟ الآن في حوزة الإمام التبريزي، حوزة الإمام المجتبى، حوزة إمام الزمان، حوزة الإمام المهدي، حوزة الإمام المرتضى، كل هذا فقط في السيدة زينب، ما يسمى السيدة زينب. في حوزة الإمام قائم، في حوزة السستاني، حوزة زين العابدين، حوزة فقه الأئمة الأطهار، الحوزة الحيدرية، وعشرات الحوزات فقط فيما يسمى منطقة السيدة زينب. المنطقة ثكنة عسكرية، فروع مخابرات، سجون إيرانية. أكيد تابعتم منذ يومين ما سمي بشباك السيدة زينب الذي من الذهب والأموال الطائلة وسنتين وفي العراق وحشد وعرض عسكري وحافلات وطائرات وإعلام من أجل ترسيخ هذا المفهوم لاستهداف الهوية، هوية سوريا، هوية الشام. طبعا الأموال والدعم هذه الحكومة في العراق، الحكومة حكومة تابعة لإيران، 2 مليار دولار ميزانية الحشد الشعبي التي يأخذها من العراق سنويا فقط الحشد الشعبي، وانظروا كيف يعني تنفق هذه الأموال لتغيير الهوية. لذلك مثلا في نحن في سوريا كجزء من هذه الأمة، المجلس الإسلامي السوري أصدر وثيقة من أهم ما ينبغي أن يكون وأن يحافظ عليه، وثيقة الهوية السورية، لأنه أدرك حقيقة المعركة. بعض الناس يقول إنه لماذا تفتحون معركة الهوية الآن؟ يا أخي إن نحن نريد التحرر، الآن وقت معركة الحرية. نحن لم نفتح هذه المعركة لكنها فتحت علينا، أفنجب؟ ولذلك هذه وثيقة الهوية عمل استراتيجي. أيضا النظام الطائفي في سوريا ألغى مقام الإفتاء حتى خدمة لإيران، وأدخل ما الغرباء فيما سمي مجلس فقهي، ولذلك أيضا المجلس الإسلامي السوري حافظ على هذا المقام وقال سوريا لا يمكن أن تكون إلا بمقام الإفتاء. طبعا تغيير الثقافة ممكن أن نستمر في كل الأشياء، لأنه بعض الناس بيدخل في قضية الهوية مثلا أخي، حتى النشيد، حتى الشعر، حتى النشيد الوطني يسمون، حتى الأهزوجة، إيران أيضا حتى هذه الأشياء دخلت فيها. كيف ماذا صنعت اللطميات، الكربلائيات، التطبير حتى في مسجد بني أمية، اللباس، الطابع العمراني، يعني اللي بينظر لمقام السيدة رقية، مقام السيدة سكينة يقول هذه قطعة هاربة من أرض فارس، لا علاقة لها بالعمارة الدمشقية ولا بعمارة التاريخية للبلاد. الرادود أيضا، متى كانت تعرف دمشق الرادود؟ تعرفون ماذا يقول الرادود وماذا يعني يرسخ في الأذهان. طبعا هذه المفردة الهوية بالتأكيد أنا قدمت للإخوة بحث يعني طويل جدا، وهو موثق بشكل كبير ودقيق في الكتاب، كتاب الاحتلال الإيراني لسوريا. الوقت لا يتسع بالتأكيد، لكن إذا أردنا أن نطلع على الأرقام والحقائق والوثائق والصور والتواريخ والأزمنة والأسماء يحتاج إلى قراءة متأنية. في هذه الوثيقة، هذه المفردة الهوية ملتصقة تماما بمفردة التغيير الديموغرافي. التغيير الديموغرافي في دول كثيرة تريد أن تغير ديموغرافية المنطقة، تذكرون أكيد مصطلح الفوضى الخلاقة. لكن أكبر عدو سواء كان مباشر أو كان أداة قام بتنفيذ هذا الأمر هو إيران. أبدا لا تقارن بأي دولة أو كيان في العدوان على المسلمين وعلى العرب.
طبعا التغيير الديموغرافي ايضا يمكن ان يعرف بانه تعديل او تغيير على عدد او هيكل او مجموعه سكانيه بشريه محدده تستهدف اللون، العرق، الدين بسبب عمليات سياسيه او غيرها. من اهم المؤشرات على الدور الايراني في التغيير الديموغرافي يمكن ان ناخذ نقطتين. النقطه الاولى كم باقي؟ خمسه دقيقتين ان شاء الله. النقطه الاولى القتل، القتل لاهل البلاد المسلمين السنه في المجازر، الحصار، الزبداني، لمضايا، لبقين، تجويع، وادي برا، وادي العذيب، القصير، داريه، حجيره، ذيابيه، ببيله الحسينيه، كل هذه مجازر موثقه قامت بها الميليشيات الايرانيه. الان سيناريو الاغتيالات، حزب الله ما يسمى حزب الله مثلا في الجنوب السوري في حوران مثلا، استهداف لكل عقل مثل ما صنعوا في العراق، اغتيال العقول، بيصطادوا العقول واحد وراء واحد، التهجير، الموت الذي في البحر الآن سببه إيران، لأن هي التي تجبر مع هذا النظام الطائفي الناس أن تكون البيئة طاردة. المخدرات، المخدرات قتل حقيقي للأمة وقتل الأفراد، كل الجرائم التي تقع وراءها مخدرات، والراعي والصانع والمصدر هو إيران. المثال الثاني أو الجانب الثاني على مباشرتها في التغيير، الحجم الكبير للميليشيات، هذا واحد، والأعداد الكبيرة التي قتلت من الحرس الثوري الإيراني أو من الزينبيون والفاطميون والحيدريون. مثلا ما يسمى بحزب الله زج بثمانية آلاف مقاتل في سوريا، قتل ربعهم. تصور أن هذا الحزب اللي بيقول بيهزم إسرائيل وبيقتل، قتل ربعه في سوريا، دلالة على استشراس الأمر عنده، يريد أن ينجز المهمة كما يقول طريق القدس يمر من حلب ومن الزبداني. الجانب الآخر بشكل سريع، مثلا انظروا إلى ليس فقط من قتل من الأفغان أو من غيرهم، كم قتل من الجنرالات الإيرانيين في سوريا في سبيل إحداث هذا التغيير. مثلا الجنرال حسن الشاطري، الجنرال عبد الله اسكندري، الجنرال جبار درساوي، الجنرال محمد علي دادي، الجنرال عباس عبد الهي، الجنرال محمد صاحب اردكاني، الجنرال كريم غوابش، الجنرال حسين همداني، الجنرال فرشاد حسوني زاده، الجنرال مسلم خيزاب، الجنرال ذاكر حيدري، كلهم جنرالات، غلام رضا سيماوي، دريوش دروستي، غلام احمدي، حاج حميد مختر بند، جواد دوربن، شفيق شفيعي، رضا توسلي، شاهرخ دائبار بور، فرهاد بريان، أصفر بشبور، محمد جمالي زادة، عبد الرحمن مجير، عبد الرضا مجيري، علي الله دادي، محسن قجريان، سيد سجاد حسيني، حسن علي شمس أبادي، عزة سليماني، عبد الرضا مجيري، مسلم خيزاب. هذه بعض الأسماء، كلهم جنرالات إيرانيون قتلوا في سوريا. أنا لا أتكلم عن الذين قتلوا بقصف يعني بينهم بين، لكن قتلوا هؤلاء استشراساً في سبيل طرد وتهجير ملايين المسلمين السنة من سوريا. مثل هذا اللقاء يا أخوة حقيقة يحتاج إلى بسط طويل جدا في هذه النقاط، لكن لا بد أن نخرج على الأقل بمجموعة من الفوائد. أنا أقترح على الأخوة القائمين في هذا اللقاء الكريم الطيب البناء، أولا أن يستمر هذا العمل، لا يكون يعني نشاط، بغير استمرار لن نجني فائدة وسيكون عملنا مجاملة. الثاني المسألة أن يوثق كل بلد ما يجري عنده، أن يقوم عدد من أبناء كل بلد ويوثقوا، بغير الوثيقة ستضيع الحقوق. بعد 20 سنة بيجي أي كاتب، أي مؤلف، أي مؤسسة، أي دولة بتقول ما هي الأوراق التي عندكم؟ إذا أهل العراق ما عندهم وثائق ضاع تاريخ العراق وضاع حق العراق، إذا أهل سوريا ما عندهم وثائق كذلك ضاع، غيرنا يكتب لنا، ينبغي أن نكتب لأنفسنا. المسألة الثانية الثالثة استثمار الطاقات الدعوية والإعلامية والعلمية والسياسية والحقوقية والتربوية، ما في إنسان منا بيستطيع يقوم بهذا المشروع حقيقة. هو المشروع حتى يكون يواجه يحتاج إلى دولة، وأنا أتمنى وهو بالأمنية لا تكون، لكن أنا أرجو أن يصحوا إخوتنا في تركيا على الخطر الذي يستهدفهم،
أن يسعوا أهل الأردن. أهل الأردن يعد لمقام جعفر الطيار أن يصبح مستعمرة مثل مستعمرة السيدة زينب والخليج وغير ذلك والحبل على الجرار تماما. إيران هكذا تريد. المسألة الرابعة أن نضع خطة مشتركة، لا يعمل كل واحد منا، نجلس ونضع خطة مشتركة لمواجهة هذا الخطر، أن نبث الوعي بخطورة إيران خصوصا في قضية المخادعة بالشعارات وعلى رأسها القدس والتقريب بين المذاهب ما يسمونه. يعني تصوروا أنه عندهم بيسموا الفلسطينيين الذين يأخذون أموال من إيران يسمونهم المؤلف قلوبهم. والله لو وعى الإخوة الذين يأخذون هذه الكلمة لوقفوا ولم يأخذوا دولار واحد من إيران. أي مهانة! بيسموا الكتائب الفلسطينية مقابل لشيء يسمونهم المؤلف قلوبهم. في ثقافة ثانية يسمونهم المصدات، وهذه كلمة تحتاج أيضا إلى بسط، ما معنى مصد؟ أيضا أنا خلصت إن شاء الله. من المهم جدا صناعة الأيقونات أو الرموز، لابد لهذا المشروع ممن يعني يتبناه ويكون بطل لهذا المشروع ويستنفر كل الطاقات والجهود لأجل هذا المشروع. ختاما، أنا أعتقد أنه لابد من ترتيب الأعداء. إذا كان هناك أعداء كثر، أنا لا أرى أن هناك دولة الآن تعادي المسلمين، تعادي أهل الشام وأهل العراق وأهل صنعاء وأهل كل البيئة الإسلامية مثل إيران، لا في جرائمها ولا في الإيديولوجية التي تقوم عليها دولة الولي الفقيه وليس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإسلامية كما يحاولون الترويج. الله يجزيكم الخير، شكرا لحسن استماعكم. نشكر الأستاذ مطيع البطين المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري على هذا العرض الموفق لورقته الموسومة لماذا سوريا وما مدى أهميتها في المخطط الإيراني. وقد تحدث لنا عن مجموعة من الشواهد والآثار حول الخطر السياسي والتاريخي والهوياتي والإحلالي والديمغرافي لإيران في سوريا، ورصد بعض يعني النشاطات التي يقوم بها الإيرانيون في سوريا كبناء الحسينيات والحوزات والجمعيات التي تسعى إلى تشييع الناس، وأخيرا ختم ببعض المقترحات العملية التي يمكن أن تقرر في نهاية هذه الندوة إن شاء الله تعالى، بدءا بالمتابعة الحثيثة والتوثيق واستثمار الطاقات والتخطيط المشترك والترميز. شكر الله له، ويمكننا أن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الورقة الأخيرة في هذه الجلسة. سنكون مع فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم أمين عام رابطة علماء المسلمين ليتناول في ورقته الحديث عن الخطر الإيراني وخدعة التقريب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أجدد الشكر للإخوة في هيئة علماء العراق الذين يعني رتموا هذا اللقاء وهذه الندوات التي نحن بحاجة إليها. ومن جميل القدر أن تأتي هذه الندوات في وقت تشتعل فيه إيران بما نرى من المظاهرات التي يعني نراها شرقا وغربا وفي عمق هذه الدولة. نسأل الله تعالى أن يعجل بالخلاص من شرها. أيها الإخوة والأخوات، الحديث هو عن الخطر الإيراني وخدعة التقريب. الدولة الإيرانية الحديثة القائمة الآن لها جذورها التاريخية التي يجب أن ننظر إليها ونتأمل. قيام الدولة الصفوية في إيران قبل قيام دولة الخميني هو الذي شكل كارثة حقيقية لإيران وللعالم الإسلامي برمته، وهذه البلاد هي التي أخرجت لنا أئمة الإسلام العظام كالبخاري ومسلم وسيبويه والفراهيدي والبيروني وغيره.
لكن قيام الدولة الصفوية في إيران أدى إلى قلب الأمور رأسا على عقب في مجالات عقائدية وفكرية وفنية وسياسية. هذا التعصب الذي جاءت به الدولة الصفوية الأولى جاءت بجذورها العقائدية، لدرجة أنها تحالفت مع الدول النصرانية في أوروبا أملاً في إضعاف الدولة العثمانية السنية التي كانت تقود الجهاد ضد الصليبيين، وتعلمون أثر ذلك على توقف حركة الفتح في أوروبا بسبب الطعنة النجلاء. فالإيرانيون الجدد قاموا على ذلك التاريخ الأسود، وحتى اليوم فإن زعماء إيران يعتبرون الشاه عباس الأول بطلاً قومياً استطاع أن يرفع من شأن وطنه ويجسد آمال الإيرانيين ويحقق أهدافهم. وما أقدمت الحكومات العراقية عليه بدعم إيران متحالفة مع الأمريكان من الجرائم الشنيعة في حق أهل السنة في العراق من خلال أجهزتها الأمنية، وقل مثل ذلك ما يحدث الآن في سوريا مما ذكره الأخ الكريم قبل قليل. من هنا نجد أنفسنا أمام خدعة أضعفتنا نحن المسلمين تجاه هذه المصيبة التي وجدت في قلب العالم الإسلامي. إذا قيل لأي مسلم تعال حتى نتفق وحتى نجتمع، فإن المسلم بطبيعته يحب ذلك. إن اتفاق كلمة المسلمين ووحدة صفهم وعدم تفرقهم في أصول الدين من المقاصد العظيمة التي حرصت الشريعة على إيجادها وتأكيدها. الدعوة إلى التقريب التي ينبغي أن تكون قائمة على أسس من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو اتباع كتاب الله وتعظيمه وتوقير السنة والعمل بها والتمسك بهدي القرون المفضلة. وفي غياب مثل هذه الأسس الصحيحة تصبح دعوة التقريب بيئة خصبة للتمدد الباطل في المجتمع السني. لكن أخطر ما بدا للمسلمين في مسألة خدعة التقريب دار هي دار ضرار أنشئت في مصر. هذه الدار سميت بدار التقريب بين المذاهب الإسلامية. هذه المحاولة قام بها شيخ من قم يدعى محمد تقي القمي، واستجابت لدعوته ثلة من علماء مصر ومن زيدية اليمن، وقد اتخذ لها مقراً باسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ثم قامت الجماعة بإصدار مجلة باسم رسالة الإسلام لخدمة أغراضها. يقول الدكتور ناصر القفاري، وهو من أحسن من تتبع تاريخ التقريب وجمع الوثائق في هذا الباب، وقد حملت إلينا مجلة الأزهر وثيقة هامة لأحد كبار أعضاء جماعة التقريب وأحد المشاركين في نشأة الجماعة، وهو الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي، يقول: جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، يعني يشيد بها وأنها هتفت باسم القرآن إلى آخر ذلك. المهم أن هذه الشعارات لم تكن في الحقيقة هي الواقع. عندما قامت دولة الخميني، وأنتم تعلمون عقائد الخميني التي فيها ما فيها من مخالفة أصول الإسلام، درست هذه الدولة الحديثة تجربة التقريب وخدعة التقريب. فكان الخميني يقيم سنوياً ما يسمى بالوحدة الإسلامية، ويجمع لهذه المؤتمرات من كل العلماء الذين يلبون النداء. طبعا دار التقريب يعني الدور او السفارات الايرانيه كانت تقوم بجهد كبير في هذا الباب، الى ان جاءت صرخه القرضاوي، الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى. هذه الصرخه التي جاءت في وقتها بعدما اكتشف الشيخ بان هذه المؤتمرات ما هي الا خدع يحاولون من خلالها ترويج ما لديهم ومنع ما عندنا ما لدينا. أتذكر أنه نحن بالسودان يعني دعي بعض علماء السودان إلى مناقشة
إقامة مؤتمر للتقريب في الخرطوم، ودعا الوزير إلى مناقشة هذه المسألة. أحد الذين ذهبوا فجاءوا بالمشروع، طبعا يعني طافوا به وأقنعوه بأن هذا المؤتمر مهم، جاء وجلس يحدثنا في ذلك اللقاء عن أنه ليس هنالك فرق ما بيننا وبين هؤلاء القوم وأن التقريب مفيد. فقام أحد الإخوة وهو البروفيسور علاء الدين الزاكي وأخرج صرخة الشيخ القرضاوي في حينها، عرفت، وبين بأن هذا الشيخ الذي يعني أخذ تجربة واسعة في هذه المؤتمرات خرج بهذه الخلاصة المهمة التي تقول بأن التقريب ما هو إلا خدعة يحاول من خلالها هؤلاء أن يتغلغلوا في بلاد المسلمين. والحمد لله فشل المؤتمر، وكان من أسباب هذا الفشل تلك الصرخة، صرخة الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى، وهو لا يعلم ذلك رحمة الله عليه. صرخة أخرى لا تقل أهمية عن صرخة القرضاوي وهي صرخة الدكتور محمد عمارة رحمة الله عليه. الدكتور محمد عمارة أيضا كان من المفتونين بمسألة التقريب، ثم خرج بقناعة وتحدث فيها بمرارة عما أحدثه هؤلاء باسم التقريب في بلاد المسلمين. أختم هذا الحديث، والحديث طويل، إنه يعني كنا في غنى عن هذا كله لو أننا اتخذنا منهجية صحيحة في دراسة حقيقة ما عليه الدولة الإيرانية الحديثة من التشبع بهذه العقائد والتشبع بذلك التاريخ الأسود. لو أن علماءنا قرأوا كتاب منهاج السنة النبوية فقط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي عدد فيه تلك العقائد الخريبة، وأنه لا يمكن لعاقل أن يقبل هذه العقائد التي مزجت بشيء من اليهودية وشيء من المجوسية وهكذا، لا يمكن لي، ولكن يعني هنالك يعني غفلة حصلت آنذاك خاصة مع الشعارات الكبيرة الجمهورية الإسلامية في بداية الثمانينات. أتذكر في بداية الثمانينات جماعة من شباب السودان خرجوا في مظاهرات عارمة لتأييد الجمهورية الإسلامية في إيران في وسط الخرطوم، كان منهم عمار محمد آدم، فكان بعد ذلك السفارة الإيرانية رتبت لهم زيارة إلى إيران يعني، وذهبوا في تلك الزيارة ويبدو أنهم أخطأوا يعني لم يحبكوا الخدعة تماما، أخذوهم إلى مزارات، من جملة هذه المزارات كان مزار بابا شجاع الدين أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر. فالسودانيون الشباب وقفوا أمام، قالوا هذا من هذا الولي من أولياء الله ومن صاحب المقام؟ قالوا هذا بابا شجاع الدين الذي قتل أعداء الإسلام، من هو؟ عمر بن الخطاب يعني. فصدموا طبعا لأنهم كانوا في بدايات الخدعة يعني لم يحبكوها جيدا. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم أمين عام رابطة علماء المسلمين حديثكم عن الخطر الإيراني وخدعة التقريب وهذا التطواف التاريخي والسرد لهذا الشعار الذي اغتنمته إيران في الترويج لفكرها ونشر ما تعتقده والتأثير على شعوب المنطقة. أخواننا الكرام، يعني قبل أن نأخذ بعض الأسئلة في نهاية هذه الجلسة وقبل أن يغادرنا بيننا سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية فضيلة العلامة الشيخ أسامة الرفاعي، نسمع منه بعض الكلمات إن أذن فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني لا أطيل عليكم بعد هذه الكلمات الضافية النافعة المفيدة جدا، والحمد لله وجزى الله عنا خيرا أساتذتنا الكرام على ما تفضلوا به، ولا أريد أن أضيف إلا في تعليق بسيط جدا على ما تفضل به سماحة الدكتور غازي الطوبي حفظه الله تعالى. في ختام كلمته
قال ماذا نصنف هذا المشروع، مشروع الملالي أو مشروع الإيراني، ماذا نصنفه؟ وأجاب عن ذلك لأننا ينبغي أن نصنفه عدوا. هنا وقفت في بيني وبين نفسي، هل نصنف هذا عدو؟ والعدو عادة يمكن أن يتحول إلى صديق من خلال المعطيات السياسية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك، ممكن بعد وقت أن يتحول إلى صديق. لكن أنا أقول ينبغي أن نضيف إلى هذه الكلمة أنه عدو استراتيجي وليس عدواً، عدو استراتيجياً. بمعنى يا أخواننا، أنا لا أقول هذه الكلمة بس لأنني متضايق من المشروع الإيراني، لا، وإنما أقولها عن قناعة تامة، وذلك أننا ينبغي أن ننظر دائماً في علاقاتنا، كل واحد منا في علاقاته الشخصية الخاصة مع أصدقائه مع معارفه، ينظر إلى تاريخ الرجل الذي يتعامل معه ولا ينظر إلى برهة معينة، إنما ينظر إلى التاريخ كله. وهؤلاء تاريخنا معهم لو نظرنا إليه لعلمنا حقيقتهم. تفضل دكتور محمد عبد الكريم جزاه الله خيرا في يعني جولة رائعة جدا عن دولة الصفوية. الدولة الصفوية وحدها كافية لتعطينا فكرة عن هؤلاء، ويجب من خلالها أن نصنفهم عدوا استراتيجيا. فما بالكم إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام كله من أوله إلى آخره. الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه حينما يؤرخ لدول الإسلام فيصل إلى الدولة ما يسمى بالدولة الفاطمية، يقول أنا لا أؤرخ لهذه الدولة، أنا لا أؤرخ لهذه الدولة العبيدية الخبيثة، ولا يسميها الدولة الفاطمية، يستنكر تسميتها دولة فاطمية، يقول لا أؤرخ لهذه الدولة العبيدية الخبيثة لأنها ليست من دول الإسلام، ليست أصلا من دول الإسلام، ولم يؤرخ لها، تجاوزها إلى ما بعدها رضي الله تعالى عنه. وأحاديث كثيرة جدا جدا عن تاريخ هؤلاء مع المسلمين، تاريخ أسود. وينبغي أن نبني علاقاتنا بناء على معرفتنا في التاريخ، ومن لم ينظر إلى التاريخ يكون أعمى البصيرة، من لم يبني علاقاته بناء على التاريخ يكون أعمى البصيرة. لا الناس يتغيرون بطبائعهم، ولا الأمم تتغير، ولا الشعوب تتغير، يبقى هذا ثابتا. لا أريد أن أطيل عليكم يا أخوانا، ولكن بسرعة، قرأت لي من زمن طويل يعني قرأت لي لميكافيلي أخزاه الله، ولكن يستفيد الإنسان من أعدائه في بعض الأحيان، يقول أنه السياسي الحقيقي الذي يعرف مغزى السياسة إنما هو الذي يعرف كيف يقرأ التاريخ. فمن قرأ التاريخ استطاع أن يتحكم بالسياسة بين يديه، ومن لم يقرأ التاريخ لا يعرف ذلك أبدا. فلذلك يا أخوانا، هذا نظرة في التاريخ، ونظرة في الجغرافيا الآن في زمننا هذا، ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعل هؤلاء يا أخواننا؟ ماذا فعلوا في سوريا؟ أكثر من 1,000,000 إنسان قتل، وقتلات شنيعة من أشنع ما يكون. والله يا أخواننا، بلغني الثقات ممن أثق بهم ثقة كاملة في مجزرة، عم تكلم عن مجزرة واحدة، شو اسمه أبو ساريا البلد؟ درب علبة، درب علبة مراسقة الحمص، مراسقة لمدينة الحمص، استيقظ الناس فيها على غزو خطير جدا، وقامت بعض النساء الثقات ممن نعرفهم من أوثق النساء التي تعرفهم أسرتنا، قامت تتجول في المنطقة لأنهم كلهم أقارب شبه أسرة واحدة. دخلت إلى فيلا من الفلل فوجدت في أهلها كلهم أقاربها، أختها أظن، مرت فوجدت الأهل كلهم مقتولين ومقطعين إربا، وهذه الإرب موزعة في الغرف وفي الحمامات وفي أنحاء البيت كله، دماء وجثث وغير شكاء الألوان. فضربت رأسها في الجدار فأغمي عليها، ثم صحت بعد ذلك، فقامت وانتقلت إلى بيت آخر فوجدت بنت أختها مقتولة وأمامها 5 أطفال مقتولين جميعا، وأحدهم ترضعه على ثديها.
ثم خرجت بعد ذلك فوجدت هؤلاء الوحوش قادمين من بعيد، ثم قربوا منها فإذا بهم يضعون اللافتات على رؤوسهم: لبيك يا حسين. وعلى كل جنبي واحد منهم ساطور من السواطير، الساطور تعرفوا يا أخوانا السكين الطويلة التي يحملها اللحام حينما يكون يعني يقتل يذبح الخوارج. على جنبي كل واحد ساطورين وبيده رشيش رصاص. هؤلاء ماذا يفعلون؟ دخلوا إلى بيوت هذه المنطقة كلها فأفنوا من فيها قتلا وذبحا وقطعا. وهذه الجرائم ليس في سوريا، في سوريا والعراق والآن في اليمن، ويعني كل ما دخلوا إلى منطقة إما أن يدخلوها بقوة ناعمة، وإذا لم يمكنهم ذلك يضعوه جانبا ويلجؤون إلى العنف والقتل والتدمير والتهجير وغير ذلك من هذه القوى الخشنة جدا جدا. لذلك أنا أقول يا أخوانا لا ينبغي أن نكون عميان البصيرة، أن ننظر في التاريخ وأن ننظر في جغرافيتنا الحالية وأن نصنفهم عدوا استراتيجيا، بمعنى أنه لو تغيرت الأحوال إن شاء الله تتغير كلها، لا ينبغي أن يمكن أن نتصور أن تكون بيننا وبين هؤلاء صداقة، أو يكون بيننا وبين هؤلاء لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. يمكن السياسيين أن يقوموا بهدنة، أن يقوموا بشيء من هذا القبيل، أما أن نعتبرها دولة صديقة فلا والله، لا يمكن للعاقل أن يفعل ذلك أبدا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ولا تؤاخذني يا أخوانا. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الحضور، سنأخذ بعض المداخلات إن شاء الله القصيرة. يعني عندي مداخلة ابتداء من الأخ عبد القادر النايل، لكن أرجو يعني مدة المداخلة لا تتجاوز دقيقة واحدة لو سمحتم، ونأخذ الإجابة عليها أيضا من المشايخ الكرام أيضا في دقيقة، لأن الوقت أصبح ضيقا. الأستاذ عبد القادر النايل تفضل. شكرا جزيلا لك السيد مدير الجلسة. أقول مشروع ولاية الفقيه الذي أسسه الخميني هو إنتاج صراع الهويات الفرعية لغرض تمزيق الأمة العربية التي تعتبر العمود الفقري لإعادة نهضة الأمة الإسلامية. وإذكاء تقسيم الهويات الفرعية هو مشروع تخادم بين نظام ولاية الفقيه الإيراني مع الكيان الصهيوني لتفريغ الأمة الموجودة في المنطقة ولا سيما العربية. وإلا بماذا نفسر دعم النظام الإيراني لولاية الفقيه المحددة والمعروفة للعلويين وهم يكفرونه في منهجهم؟ وبماذا نفسر دعم ولاية الفقيه الإيراني للملاحدة في حزب العمال الكردستاني؟ وفي المقابل هناك استهداف حقيقي الأحوازيين العرب وجلهم من الشيعة وإن كانوا من السنة لكنهم لأنهم عرب. والآن ما يحدث في جنوب العراق من قتل للشباب الذين يرفضون النظام الإيراني وهم جلهم من أيضا من الشيعة. لذلك أقول أن هناك تيارات شيعية ترفض ولاية الفقيه، يجب استثمارها في مواجهة ولاية الفقيه الإيرانية. وهنا أقول أن واضع العنوان الخطر الإيراني على المنطقة العربية هو ذكي مبصر لإدارة الصراع، لأن الأفعى تقتل من رأسها. لذلك حقيقة علينا أيضا أن لا ننساق إلى ما تريده إيران من إذكاء الهويات الفرعية وصدامها، وإنما نركز على رأسها. شكرا. أستاذ المهندس المعماري بهجة الكردي. سؤالي إلى الشيخ غازي التوبة. المشروع واضح يا سيدي، تحشيم العرب والإسلام، وهذه اتفقوا بها كل أعداء الأمة، وأفضل من ينفذ هذا المشروع إيران الملالي بحكم الحقد 1400 سنة على العرب والإسلام. لكن أنا الحقيقة أتألم أن أرى العراق يهمل من قبل الأمة. شوفوا بعد احتلال العراق أين أصبحت إيران. هذا المشروع وتجمع دول الحقد على العرب وعلى الإسلام في العراق يجب أن يواجه بتكاتف. شكراً. أي ألم لما أرى صور قاسم سليماني في غزة ترفع صور كبيرة جداً، هذا غير مقبول يا أخواني. وعلينا أن ننبه كل الأخوة
وزعماء الأمة الدينيين والإسلاميين وحتى الغير إسلاميين أن هذا المشروع أخطر حتى من احتلال إسرائيل إلى فلسطين. اليوم الأمة كلها مهددة وعلناً يهددون حتى في مكة والمدينة. جزاك الله خيراً. الآن نسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ غازي. باختصار أخي الكريم، أنا أرى أنه مشروع ملالي يعني إيران هو يعني هو الآن الأداء الفعلي في يد المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي، لأنه الغرب ما استطاع أن يفتت أمتنا، فاستخدم كما أنا أعتقد نهاية سيكون النصر أنا بعتقد للمشروع الصهيوني هكذا، مثل ما صار مع شريف حسين. هلأ شريف حسين في 1916 وعدوا أنه رأى الإمبراطورية من طوروس لليمن، بالأخير صار مات طريد شريد في قبرص كما تعلمون، دفن في قبرص هو. فبالتالي الآن هم يستخدمون، لذلك أنا يلتقي بالعكس يخدم المشروع الملالي، يخدم الصهيوني كأحسن نسخة تريد أن تصل لها. والتفتيت الذي ستنتهي إليه المنطقة نتيجة المشروع ملالي إيران ستستفيد منه إسرائيل قولا واحدا، والآن هي في ذروة قوتها، أنا أعتقد إسرائيل ذروة قوتها. فلذلك أنا يعني هاي نقطة أولى على السريع أقولها بالنسبة ل إذن يعني أما قضية والله العرب ما في شك هم قد يكون في، لكن أنا صلب المشروع أرى يعني هو ما في شك عداء يعني قد يكون في بعض القوميين معادون للعرب ضمن الإطار الفارسي، أو ليسوا ربما بعض القيم الفارسية ما زالت مثل عيد النيروز مثلا عند الحكومة الإيرانية. هذا باختصار. الأستاذ ياسر أبو سليم. نحن نعرف أن السياسة الإيرانية تسعى لترويج فكرة تحرير القدس، لكن الجميع يعرف أن هي تسعى لاستغلال القضية من أجل تجميل صورتها. منذ 79 فورة الخميني هي تسعى تمكينها بها الدول، لكن هذه بالأخير تصب لمصلحة من؟ مصلحة الصهيونية والأمريكية تحديدا. يعني البعض بتسأل يعني نحن العرب لماذا لا نوظف الموقف الإيراني لصالح التصدي للمشروع الإسرائيلي المدعوم أمريكيا؟ أعلق على كلام الأخ الذي ذكر في أنه هل يمكن لإيران أن توظف يعني من قبل المسلمين أو من قبل دولنا في مواجهة المشروع الصهيوني؟ أنا أقول يعني من يوظف من؟ من يوظف من؟ يعني هو في الحقيقة أنه باسم الاصطفاف في حلف مقابل الحلف الصهيوني الأمريكي تحاول إيران أنها توظف للأسف طاقاتنا أو طاقات كثيرين من أجل هذه المسألة أو هذه الدعوة. والحقيقة أنه الذي يقول هذا الكلام يعني للأسف أنه لا يقرأ التاريخ، لا يعرف بأن مشروع تحرير المسجد الأقصى وفلسطين ينبغي أن يمر أولاً بإضعاف هذه الدولة وبأذرعها المختلفة كما فعل صلاح الدين الأيوبي. ما استطاع أن يحرر المسجد الأقصى وأن تكون المعركة الفاصلة حطين إلا بعد التخلص من جيوب الدول الباطنية المختلفة إلى أن توحدت مصر والشام. إذا كنا قد أدركنا يعني خطر التقريب المذهبي اليوم بسبب مواقف كثير من العلماء والمشايخ، ولأنها أصبحت غير مقبولة أيضا، يعني اليوم إيران لا تجرؤ على أنها تقيم مؤتمر كما كانت تفعل في السابق، مؤتمر التقريب بين المذاهب، هي لا تجرؤ اليوم، لم تعد هذه المسألة صالحة اليوم. لكن للأسف الآن هي هناك خدعة التقريب السياسي، هناك ميدان آخر الآن ينبغي أن نسلط عليه الضوء اللي هو مسألة قضية التقريب السياسي. هذه الخدعة لا ينبغي أن تروج اليوم بعد أن كشفت إيران عن خباياها وعن مصائبها في سوريا، في العراق، في اليمن. انظر اليوم ماذا تفعل الآلة الإيرانية في صنعاء، لا تكتفي بمسألة يعني فقط إجبار الأئمة والخطباء على أن يسيروا في ركابها،
بل هي تجبرهم من خلال دورات ثقافية على تغيير عقائدهم ومنهجهم وتغير في مناهج التعليم. هذا ما تفعله اليوم إيران في في في, في اليمن. الحل في أنه نحن رغم ضعفنا السياسي اليوم، رغم عدم وجود كيان سياسي جامع يجمع السواد الأعظم السواد المسلمين اليوم، رغم هذا فإن فينا قوة وفينا وسبب هذه القوة التي عندنا هي الممانعة. الممانعة أيها الإخوة والأخوات أهم أسباب الانتصار. عندما قامت الدولة الفاطمية التي ذكرها الشيخ أسامة جزاه الله خيرا، هذه الدولة كيف سقطت؟ ما هي أهم سبب في سقوط الدولة العبيدية الفاطمية؟ الممانعة، أنه هناك كان هناك ممانعة يعني لعدم رضا بوجود هذه الدولة، بمحاربة هذه الدولة، بإضعاف هذه الدولة، إلى أن سقطت هذه الدولة. عندما نفقد هذه الممانعة، عندما يحصل هنالك نوع من محاولة القبول بهذه الدولة وبشعاراتها الزائفة، عند ذلك لن نجد أنفسنا إلا أمام يعني أمام ضعف، مزيد من الضعف. وبالمناسبة يعني أختم حديثي إنه يعني لا تظنوا أن القوى الاستعمارية لا تقرأ تاريخنا، إنهم يقرؤون تاريخنا وعلموا من خلال التاريخ أن عدوهم الحقيقي في كل حقب التاريخ هي هذه الدول السنية. ولذلك اليوم هم متفقون على أن يسلموا الجمل بما حمل، أن يسلموا عواصمنا وبلداننا لهذه الدولة تعبث بها كيف تشاء. هذه مسألة يجب أن نتفطن إليها وأن ندركها. جزاكم الله خير. هذه الحقيقة التي ختم بها الشيخ محمد عبد الكريم، وهي أن الأقلية لا تحسم الصراع، الصراع تحسمه الأكثرية، ولكن الأقلية تشغب على الأكثرية. وجود إيران، سواء أدركت إيران كشعب أو أدركت قيادة إيران بهذا أم لم تدرك، فإنه وجود قبل أن يخدم إيران يخدم السياسة الإمبريالية الغربية في المنطقة، بما في ذلك الصهاينة. الحركة الصهيونية نفسها جاءت لتخدم المشروع الغربي، وإلا اليهود لا يؤمنون بقيام دولة يهودية عقيدة قبل المسيح، كما لا يؤمن الشيعة بقيام دولة قبل ظهور الإمام المهدي. وكل راية ترفع قبل راية الإمام فهي راية طاغوت. لكن جاءت الغرب صنع الحركة الصهيونية، والآن ظهرت هذه المجموعة الطائفية من أجل تأجيج صراع طائفي في المنطقة يخدم في النهاية المشروع الغربي، وليس الشعب الإيراني هو المستفيد من هذا المشروع، ولا الشعب العربي هو المستفيد من هذا المشروع، وإنما الغرب والصهاينة الحركة الصهيونية هما المستفيدين. إيران تعاني من إشكالية أخرى، وهي إيران أقلية مطوقة بإطار سني تحاول أن تخرج من هذا الإطار، فهي محاطة بالعراق الذي معظمه سني، بأفغانستان، بباكستان، بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي، وهذا كله محيط سني، فهذا أيضا يزعجها، ولهذا من مصلحتها أن ترتبط بالمشروع الإمبريالي في المنطقة وتتحالف معه. وشكرا. أشكركم على حسن استماعكم، وباسمكم أشكر ضيوفنا الكرام الشيخ غازي التوبة، الأستاذ دكتور جلال الدين محمد صالح، الأستاذ مطيع البطين، الشيخ محمد عبد الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.